بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابد يا المركز البسود هذا برنامج ديني تحناها ايات كل ساعتين ايرو تي في يو على دا فيسبوك سيدا توسكا ايرو تي في انت بدن وحنا كي يسوي تبينا برنامج شو حكوا له هو سيون كذا هذا النوع سياسة دا دغن كذا غالا يا امورها لحل لحل مالا وميلها كذا غن جيس كافريكا ما انت وحن برنامج قاعد بسوق هذا دونا برنامج شو نقوم بعترني بحتى جيس دا جيس كافريكا نقدر هاللي هذا إلى الفرصة ما إجا شرتا مركا وحا مرتي إيه سياسي شو عداء ويا أرقى إن بدل نقصو جري أرمها جيس كأفريقيا ومدن سلطان عبد الله دبركالي أو كسو جيدا قومية دا عن فرطة برنامج كان وحن كفاقلي دونا حالة دا هكا جيلا جيس كأفريقيا مانتا إزهر دينكا قومية دا جيس كأفريقيا كنول مدن كسو لو مركا أيرو تي في واندوه ورال إن فيصل أبروني أدي أد بنكون مهد عنايا مهد كسكونا وحان سيقارة يدنا أمهد عنايا أيرو تي في برنامج كدو حزوية سيد مالتاني مو إن مهد قارة وحاولي بس كالي وشرفنا لي إن أد إنكو أمهد صوماليا هد إيه جربة كهد لايا إن أد مرلبات هدنا أد عزوية سيد ولالكا سلطان عبدالله دبركالي وهو بعد أساس كشاكتما او كسو جيدو قومية دا عفرات او هاد ايه جير بقاد مودا انو قابسي كجيرو بنع مدر تورياش الصومالية بنع والبا مركا صومالي يعفر وادد والا لبضبا ان لسكو كيانو ادي ايه بها مدر تيان غفر حسني مانتا ان انواح بدن كوال هادرنو جيس كا افريكا خصوصا جيبوتي ايتوبيا صوماليا واح بدن بها مدر تيان كو اوغاهي واح بدن بها لسو علا جيس كنا si xawli uu soo xilaa een waa hagaag inta aan ka sii gudbi doonaa een mudane dabarkaale sidaad sheegtay een madama aad ka soo jeedaa qoomiyada aan farta wax badan aad ka ogtahay siyaasadda geeska afrika soomaaliyeen badan aad ku noolayd barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa siyaasad dhaqaalaha iyo arrimaha hadda taagan qodobka koowaad ee dul taaganahay waxa weeyaan maxaad inoogu sheegi kartaa xaaladda ay jabuuti maanta ku sugan tahay oo ah wadanka aad u dhalatay walaal faysal marka hore in waa arrin murugay وأرين تعسيد له أنت أنا من جدو جلين أريمه الجبوتي يا أريمه التوبيا ولا البرت ما دركت أنا تعسيد إنه وما دولة لين إيماشا كل ما تي هداي نقطة عفر يا هداي نقطة ما دركت سومالي عيسى هلا أرك بك السعلة دول مبك السعلة بباتك السعلة وح كل ما نحن وماتو أو إنوسنت أو أن دنبي أن ملك جلين لكن سؤال شو حويان دب كلك كسرعة ما كان مرة أجر دب كسر حويان وولا لين إثيوبيان كإسوا مرة كنور هذه عفرت كنور دب كاس حجيب وصو سرعة وحقو كدم بينا يا أنا كوي عدة ماشي وصو وجبوتي وحكال دونا وحي أنا كا أن ويا نمو كله أنا لا يستير أنا له أنت كدم بيسا وجدد لغا وطو حاجة الله سعده وحاس سعده من سعده هنا إن إمبدا نوان كادلي لايف كيغا لكن تهذا ما أنت فرصد دهبي تاي إن أمد جبوتي إي أمد دمارة ولدين الصومالية دي توبيا كنور يا حفرتا إي دولة دي توبيا دولة دي توبيا إيا كان مارة تي عن ماشاس عن تاريخ ذا كرابنو أد إي أدبان مارة تي عن أغفر حسن هاي مكا دانس قد تاغو ولا ليال دباتي ذا كتاغن توبيا يا دبعت ذاك تاعن جبوتي دول مجاز حقوك يبدي رتوان السويدية دول مجاز وحويا دول مجاز ما تمدلين السل بولية السل كلية وحويا وربا ما مال سوالف ترى مرتي لبا ولا لا لبا صاحبة ذي مرتي واحد سقيرين أبو سحة قدر لها دي ويش يان بريتو لمرت إفكو صباحا ما مال سوالف قبل حدا لكن زي إن الفانتين من مريم دول مجاز وحو كيم دي علن كجوتي مركي لوها الجماعي جوتي مركي لنسي إيا ومد الله دونا إيا إن لسكو كيانو تاس محيكا هاد علن كجوتي مركي قويس غلقا قالا إيا تنسكي صوماليا وها الجماعي وحي هاد قويس غلقا بح لكن قلال محيكا جري إن مدرقتي جوتي أشانت الصوماليا نغطو تاس أو مركاس أو الصومالي مركاس إسكا إن بتريسي
حق حقوق أيلاد ومدى عفريت أولين لسكان دقتي أولي جويت وحاسكلي سومالي وحاسكلي ومداس تامر كيد علي وأكتهي ولا كيو سومالي وأكتهي دجانك جويتي دجانك جويتي بقول كيف سديتن عفر بعدين ولا لدينا سوماليات عيسى وحي كده جين بقول كيف الله بعثن رنت أمر كان كارل أنا قول الله بده هو ومرك اللي حنا لكن رنتان كهل لنا، تاس وحنا نقولين أقول أقول لهم هل كامرك أنتم مريسي، وهل كاس أي مدرة أي كسو بيشوتي، دول دي ويدرتي، هل كاس وحكرنا على إن أي قومي دي عفرة سوى النما وعدالة أو كالجعيلة إن هو يجسو حكمك ولا الكود الصومالية عيسى. هل كان لكن هذا حقله؟ مدام عنفر يسومالي با ايكو هزجرين ندام كي قميستها لونا ودا هلقيمة يسي لوغا هسبيق الها قميستيه فرانسيسكا قعانتان او مركا مامركو كوها يه فرانسيس حقاي عنفر كغو رجيسي امادة سوماليه دحيلك مدام لغا هسبحي قميستيه قميستيه لغا هسبحي عنفرنا ايقوني ميلو دقنيد سومالين ايقوني ميلو دقنيد غورمي مركا يسوي مادين او اسلاق غرتين ان حيلك امادة سوماليه لو ديبه وحالا سكر تورت مارت بلنكي صحيح الوسم مارت اللي عدت ضباطا كده مات كيسي باريس حسن قولي أحمد ديني الله يرحمه يا مدركتي نكون أضعى ما أنت جويت كتر اسمع عمر قيلي يروح المركز للسعودي لما أنت تروح الجوي شيء باريس إن حكمك مارتي مدحون الله قد مارتي حسن قولي ومركا حزبك مارتي الباي يحزبك كلام مدركتي هالجماعة FSS الورنجري وسونا قيب كجيري سيد رادد وحماشا كتوسيسا عنفر وح أي عقدات كقبطي أبو وحي كسور جستمي جنو يلو أب إن هالكاس أي ولا نما كدالنا يسو يحكم كمالرتي سن مدرتي ولا نما وديبتي حسن قولي ومركاس مدعوني أورا يجبوت نغي تاسنا وحي كتوسيسا داعا نمضى ولا لود عنفراد وقبان ولا لود مرت الصومالية إيه عيسى لكن سواش حوية ومدي جوتي ومدي جوتي هل جمك الشجعي يدور من ذي الشجعي حاجي وحكم عليه وروي مدرنا عرنت التاريخ ده طبعا حسن قولي عبد المرحوم حسن قولي عبد الله بن حارستو وهو غيب كها نظام كي مركز لقاه اللي دولة جيبوتي أما نظام كي فرنسيسكا إيوتي waxa jiray halgamayaal kale oo ka soo horjeeday oo diidanaan nidaamkaasi oo Faransiiska wato hadaan ka xuso ragasi ee waxa kamid ahaa halgamaaga weynay maxamuud xarbi oo kale waxa jiray dr umar ismaan rabi waxa jiray nikilo rajiray maxamuud ismaan hufane iyo rag badan oo kale oo Soomaaliye oo iyagana nidaamkaasi gooni ka ahaa laakiin markii dambe aad moodid dalka Djibouti gacanta loo galiyay dadkii ogala Faransiiska iyo nidaamkiisa قوميه ده عنفر عرنت عصي معايا كقبتي سلاس واركيسي ده كي دبطة هاي بروك وسه الجمي إن حلك اللي جوا رجيو كل فرنسيس كل السعودين حلك اللي وديبو عنفر سلاس واركت عرنت عص ورث مرتي عنفر يد المرتي أن يد تاس أن وحلاش شيءين قوميس وحو كل سيء يا حكم أو كلا طيب نقول وين إسف جروا قوميس وحو كلا داعي نك الصومالية ينك عنفر محو أفجروا قال كداعي أو ما ندافع كداعي سومالي هو حمد حن مسك حن وايستا إني هو حي السومالي كوه هذا لايوا إنه سومالي هي مركز سومالي ما هو أفكار ما هو قلبها هي مسك هذا هي دينته هي إلهك عبسها هي مرتدى غنك مركز سومالي مركز هو حي وايستين نك عفريت ما هدونا أف سومالي إنه كوه هذا لين وهذا مركز بين أبوه لقسنا يقول الأورنجي برنامج كي كسب بحاي راديو مقدشو عفرت وقالو عفرت وحبشي عفرت وسن أو مثلاً تكور كلك على جوذي بروباغاندا بروباغاندا سيمرك يا جوذي بقول ما يستها جوذي يا جوذي وتسك ما يروح جوذي مرت راديو مقدشو اللي بس دينه مرسوم عليه جوذي لكن مركز وح دجال كله جوذي العارف أو مركز جوميس هو شغالي أو جوميس هو جوي لكن على عارف جوميس كها من قالين كمارتة فرانسيسكو سكوتو هذا هل كاسي سيفانوي في نو radio muqdisho arinta propagandada wuxuu ku waday ala arif burhan oo markaasii dhinaca faransiiska la socday may qoomiyadda afraad ee arif lama kala saarin
problemka ugu weyn ee afganweega ka dhacay Soomaali iyo Cafar halka uu ka yimid ha marka waxaad leedahay si ay dadkan noo fahmaan bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Cafareed isbaan dhaafka wuxuu ka yimid iyadoo la kala saari waayay Cafar oo qoomiyadii ah iyo mudane Allahu naxariiste Cali Aarif Burhaan oo isaga Faransiiska la socday ujeedadu ma sidaas aha boqolkiiba boqol sababtu waxa weeyaan ninkan Cali Aarif la leeyahay markaas xukunka gacanta ku hayay xukun been abuur u ahaa wax uu gacanta ku hayay ma jirino Faransiiska meel walba gacanta ku hayay oo danihiisa markaas ciise iyo Cafarba inuu isku gubo aba inuu kala saaro halkaa ka watay tiina uu ku guuleystay sababto dhibtaas uu halkaa ka bilaabay ilaa maantana haysataa oo afganweega jabuuti ka taagan Cafar iyo Soomaali iyo ciise ya waa gumaysiga uu aasaasay mid kale qodobkan koowaad inuu tuu taagana weli arrinta jabuuti mid kale haddaynu ku darno halganka laba qoomiyadood ayuu ahaa Soomaali iyo Cafar ciise oo qura ma deganeen jabuuti oo halganka kuma jirin waxaa deganaa beelaha Gadabuursi waxaa deganaa beelaha Isaaq waxaa qayb ka deganaa beelaha Daarood waxaana lagu wada jiray halgan ummada Soomaaliyeed ay u wada dhameyd waxaa jiray kooda do Faransiis wax la yiraahdo ninkii loo oran jiray Xaaji Diide oo xataa dowladda Faransiiska ay ku casuuntay in ay magaciisa u bixiso oo uu diiday waxaa jiray ninkii loo oran jiray Jaamac Cali Seylici oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee xilka qabta dalka Jabuuti ahaana nin xildhibaanka dalka Faransiiska Jaamac Cali Seylici iyo Xaaji Diide oo reer ahaana dee reerka Gadabuursiga ahaa iyo dad badan oo Cafareed oo isla socday iyo dad badan oo kale oo Soomaaliyeed oo isku mid ahaa oo isku nooc ahaa isku halgan ahaa loo diiday inay meesha soo galaan arrimaha markaa dib u eegtaan qaladaadkii dhacay goormeed isleedahay waa la sixi karaa annagoo qodobkan soo gunaanayno walaal horta ma aragtay in Faysalow in meel baa taabsatay oo meeshaas waa meel madaragtay aan oran karo anagu madaragtay waa dhamac waa meel bugta oo u baahan in la daweeyo ummadda Gadabuursi ummadda Isaaq iyo ummadda Cafareed horta waxa weeyaan xaggay wax ka sugayeen kama helin dowladda dhaqatay waa mid laakiin meesha afganweeg wuxuu ka yimiday oo aan doonayaa madaxa inaan halka buuntka aan taabsado waxa weeyaan nin walba oo reer Jabuuti uu garanayaa Gadabuursi iyo Isaaq iyo Cafar iyo Ciise halganka halkay ka galeen inta ku dhumatay inta ku baabadan oo la ganaa laakiin historigii iyo taariikhdii Jabuuti waa la bedelay waa la masaxay oo ummad kale yara kala la asaasay dad kala soo yaa keenay waxaan guulay ilaahay naxariiste Ismaaciil Cumar Geel oo raggaaba ma aragtay oo dhammaan historigii iyo taariikhdii Jabuuti halgamayaashii hadday noqoto Gadabuursina dhammaantood sida ku dhinteen iyo silcay ku dhinteen waan garanaynaa ilaahay naxariiste Cusmaan Raabi cid iyo maarat silic ma ku dhintay in Cumar Dheere Boono ma ku dhintay isagoo maarat silic in cidlaa ku dhintay iska bada inta kalena ruxun silicaas wuu jira nantiwaankii waad ogtahay gumaadkii ka dhacay ee lagu sameeyey madaragta Gadabuursiga waxa loo geystay waad ogtahay Isaaqaba sheekadoodana ha sheegba oo taariikhda waa lagu hayaa Isaaqa madaragtay SNMta sidii loo galay uu Xasan Guuleed Ismaaciil Magalisa u galeen afar iyo labaatan wiilyaan jecelahay oo kontaneer lagu xidho lagu dilay kow afar iyo sagaashan kale oo halgamaaya oo iyakuna maaragtay looyacdiya Zeylac iyo Tuqoshi lagu dilay dhibtu way taagan tahay laakiin arrintu waxa weyaan su-aashu Soomaali yaa kaga baxay yaa bannaan ka dhigay oo yidhi niyow anigu Jabuuti baa la yiraa Soomaaliyow hashaad adigu maalo ana hashaadan maalinaya horta halkaa waa lagu kala baxay sheekadii maaragtay Soomaali weynyo iyo Soomaali isku keen yaana keenay Xasan Guuleed iyo Ismaaciil Cumar Geel dhibtuna way socotaa waa hagaag waynu kasii gudbaynaa qodobkaasi mudane dabar kale magacaaga waa dabar kale magaca bal noo fasir dadka Soomaaliyeed ee la daawanayo wuxuu ka dhigan yahay macna ahaan waad mahadsan tahay Faysalow in magaca dabar kale horta waxa weeyaan af Cafar marka laga taariikhaan wuxuu ka yimaadaa qoomiyadda Cafareed waa xoolo dhaqato waxayna u badan yihiin awrtay dhaqdaan oo waa geel geellay bay dhaqdaan sida Soomaalida awrka marka habeenkii la keeno bahasha marka habeenkii la keeno reerka waa la dabraa siina maaragtay deed u bixin abuuraabuhu cunin dabarka la dabraayo af Soomaaliga iyo af Cafartu meelaha iska galaan maan kuu sheegay deber kale deber waa dabar
كالي أفعفر وفرد ودبر فرد ويل كيري الله أكبر دبر أورك كفرايا يا دبر كالي دبر فرد هل هو مغرب قراعي هذا اللي تلع فرت كنا الإلكترية هذا نقطة إثيوبيا يجيبوتي رير دبر كالي أنا كعبا قومي بدا عفريد ودن دبر كالي مركل ويرا رير كابا مارتي مقع عاوطة مات أوكي وان فهمي متكلا وحد إيش يكتي إنه قومي كروس الصومالية أو ولا لين أو ما قلت أنا جعله أو ت حد قلت لي أو تبلة أو تبلة إن أنا سخررنا هاي أو هالكاس ما قلت مقع دبر كالي يا أو تبلة إن أنا ما قلت سك سوقرنا عفر يا أو تبلة وامد مت كان والله يشيء أن تاريخنا أن كونه عفرت الوقتاي وحوين غير كان لرا ما قلت ورسنجري ورسنجري أي بران كنور وحوين تاريخنا عفر بكسو جدا أو وضد ما قلت إيش شكته ما أنت سواف بحري ولا أمريكا ولا القرنجري بناك الصعوبة عليه إن والسنجل يقولوا قايب عن فرط كمية. إن أنا قصدي دبر كله مركا عن الصومالي يهرقوا باري أي معنى أهان وحيلا من نقطتي غير كالصومالية البلارن اللي لعده أو تبلة أو أه دارود مركا أو تبلة يدبر كله معنى ها واسكوميت. واسكوميت متكلم واسكوميت ويا. آه 100% متكلم كوجدرو ويمكن يقول صور علون ما تمرك يوران ما ضحية كارا بحسنات غير كله رجدو علي. بينما مركز الوصول جدا علي أفك يكون هذا لا يهدى بقول بقول كيف كنتم أبلا بقول كيف اللحظة وعف عفر إياك اللي بتقول بركة الويدي جدا علي رأيك أنا من دايقان فارك أنا قلت كما تحمل مكان جوهي جدا علي بحيك لي أنكو عفر بان كان مني أو الماء علي بابيرا عفر علينا وادقنا السابدي مركا والس ودى ليه يغوميد وغوميد سوالا عفر صومالي إذا تقيسك أنه كيسو يقدمنا مدانا دابر كالي واحد شراء إميكا كعذونا كجيل جيس كأفريقيا ودن كي السودان لورين شري أود الأول للجيلي إريتريا والجيلي نساء ذلك جبوتي أو طارق بدن لا واضح إن كسو هذا الشيء إن عن غيبه هنا دم كجهل دونه لوان مذهبين اسمع عمر جيلي رالي هذا وها والشيء إن عرمن دي بدل لجسو على سيء إجلان عرمن هم حد كلا صعتها ورتا ولا الفيصلو اسمع عمر جيلي واتجرأسا وكليتيس والديكتاتور ومدة جوتينا دبتو أوجستي إيه دبتو كل جن العيا ما أنت إيه أنا جايكم كل هذا العيا يا وحويا تعب كاسو دوت السجع سكالي أو تاس ما أنت ومدة جوتي ويا سوق هذا ويا إنه هو ويا فرتي وامدو عمر البشير هلكو مري ولا جرنايا علي عبد الله صالح هلكو مري ولا جرنايا قذافي هلكو مري ولا جرنايا وين كريتلس جيش أفريقيا مانتا عن أركانه ومدده كوكا عيسو أوي بسلاطي ورتوا أمد جبوتي وامدو دبوين بان عيسطا أنك أمد جبوتي داننا عيس يعفر مانتا ويأركان دولميقا يدبتو كسعوطا يأتلك قبنايا أبها أرنتاس أساسي واسماعيل عمر قليل حسن قولي لكن مانتا سواش حويان عيسي عفر إنه ولا بد القومي هذا ما هدان رونا الدلك جبتي كوي كرا أبى ببارين كرا إلى هيك سكو سوتوا قومي هذا كله وجه أو كده بوسيا كمدة أو ساعة كمدة أو عرفتها كمدة لكن صدق هذا قومي هذا وضد مدرتي إن نريف حاجة مدرتي سياسة صدق أو واحد دولمي أبى دبعت أو يكون هذا جبتي مجد لكن لا بد إس أفجروه كتاعن الدولمي قال لا بد بمدرتي مدرح كسرا وعيسي عفر سواش حويان عيسي عنفر اسماعيل عمر قيله انو صعوني تاسلم تاس ماشي شيكو كوجو مبحايا اسماعيل عمر قيله جبوتي مكبحايا ومغوايا مغوايا سي تريسكيسو مسو ومد جبوتي عيسي صومالي يا عنفر غانت اسقبسنايانو كلي تريسكا كليتا برك انت لغا سالو داقد لغا سالاي سي ركيس وهاغان ارنتاس مركان غودو غلو ولالكيغيو وان ميدور تورنتو لسكو شيغا دول مباجرة من نورت وين غير كعيسى يعني كذا شيء وين هرت ميدو قادم دول م دول مكو جرجال أو كو قريب وحسوعان يا ما وين هنت وين لسكوبي مدا هنت وها محي الله بيا فرتن كاسنو وعفر حكم كمارة تيجي عن تقولي جسي أيو ديبتي حسن قولي اسمعي عمر قيلي تايس كي جوي أو أين حساب أي مال نكلقلي دول مجمعات هو كاتاجن ومد هو كلا قيسنتاي عفرين على بحري ودنع على ما تلقيه
قد بورسي دينع بالو خري الساق دينع بالو خري عيسى دينع بالو خري يمن يعني مغالده جوبتي دلك جوبتي وان كلا قيب سن له انت مركان كادلو وانا خطرته وين ان اركانو انو سو سوتا ان عمر جيليتو هلكو دوني هرتو هو غاري انو امده كلا قيبيو لكن سوش حويان باق بدن إيه وقت بدن نوين جريء وصدنا كاسن الهلق كان كل جريء واحد وارعيس وعفري ورجعنا إسقاط صلاة مدرت إسماعيل عمر جيلي إسقاط دكتورة إسقاط قاعدة أو مدرت ومدة يدرك بالبادية لكن مدة كتير نحويان قبيال دي بقولي نهاية ستة أو وح إن عمر أو ومدة عيسية الصومالية أو تسي أنا وح نقول جوا أيوه ما قد يصير عفر هدان ماشي كبحه أدو عن فريد بني ما يوم الحماية وأنا بين أسمع تروحين نك ولاك هاي عن فريد دول مجا هدي وحلو ويا عن فرصة وين الله شجع دبر كله كام جوين جيسي لما جا جحيا ليري خضر كاسي والله إدنا يا برنامج شذي دبانو كاسي وادي دونا وحنا نقول بينا منطقة قلنا على إثيوبيا ذلك إثيوبيا وحكتها كان أرمسيا سدد أو علواء أو اسمريواء أيها كتيرة هي ما بدك أو قصون بكتيرة سياسي روع داعياتها أو أرماع صومالية عن فرط أرماد الله سعلا قومي دي أرماء إيمان تلو تريني إيني ودنك هيكل كدولة داد أي هقاميان أو دالك يتوبية دال سانكو فران يدي بيكا دحتاقن محادي نوغي شاكرتا شان تقيبوت قومي دي أرماء أو كالفادي دا مانت قرتمال كهورة انتان مارت يعني توبية دحقلين ببت التاقن إيمانتا ولالدين الصومالية عيسى ولالدين عفريد بيك دادا معايا قلت هلكم واحد نقول درايا تحسجارة إلى إنه واحد نقول برايا إنه قدام بدافع وجنة الفردوس إلى أي ولا جيو دمانتد ذات كاس إنه سنتك إساقو بنت الله بن عفري عيسى لكن طلب كحوية أرمو أنو نقول أرمو أنو نقول بيبتك التاجن هالكاس إثيوبيا خصوصا ديجان كينا سوامالية عفر من بقى عندك وهايا أم ليجي أو ولا أو بنعول بلقى شيء هلكم واحد نقول ما هاد علنا يقولي بس جارة وراك صاحبك حسن حريد حسن شير حريد أو لبعدين بري يد سدح لبعدين بريبة ورئيس جارة وديبي صاحبك إن نكمل تلا را ورياجا داير عيسو معك شيء هو عدي إنه إسماعيل عمر جلين وجيسك جوايو تحس مكوانك جود بحينا سواء شو حويان أرامو دلك يتوبي هذا قاعد كويس دكتور أبي يو رجع ولا رديه يك قاعد كويس حاجة إلهي كتمني يو كتير يو كليين سواء شو حويان ما أنت هالك أرنت بحيس وح يهم مقرا وح يهم مقرا إن دجالك أول عيسي عن فرق إنك وكسي جود بي أو إماك الله إيش هيك أيوة اللي قال إيه دقال كي واحد سو قلايا يا ديغان كي سوماليا دي دي اس يا ليو بوليس كي ديك جيغي جوي يا سو ساري او ديغان كا عفريت سو قلايا او هو يا هوس يا كربا هو كسو علنايا ديغان كي عفرتو اي لحي تاس محا يقعد سواشو وحوين دقال سوكياس وصعلا دقال سوكياس وصعلا تاسونا دي دعلو إلهي كما بريي لكن تاسو داي دعو وحويا محمد يا مدرتي ردي دوناي اني توب اني غش قلالاسو قلالاسو ادك اني غشو وي عدا وين عنفر يا صومالي عيسى وقتي هوري وقتي دنبابا وناق ميسك وي كو دمن كران لكن انت فرش شيء انت كو دهجرو يا وي غونايان لكن ولا سلو غون مكا هلكا هادين وعدين ما واحد ليدahay deegaankii ay qoomiyada canfar iyo beesha ciise isku hayeen ayaa liyu booliska soo fara gashadeen oo halkaas laga yaabo inuu dagaal sokeey ka dhaco moojadadu ma sidaas ah u jeedama waa wararkay soo gaaray ee leeyahay deegaankii madaragtay Somali State ee Ethiopia go'aan bay ku gaareen in ay saddexdi magaalada canfartu lahayd iyo deegaanada canfartu ay deganay oo dhanba inay imanayaan oo xoog la soo baxayaan xoog ay kula soo baxayaan oo taas oo ay gudan leeyeen ay leeyeen gumaad ba ka dhacay oo cafar geysatay gumaadkaana Soomaaliba loo geystay diyaar baan u nahay marat inaan halka aan madartay aan xoog ku soo celino dalkii naga maqnaa taas haday dhacdo waxa weeyaan dibta ugu weyn ee Ethiopia galaysa markaa halka ka bilaabaysa
اوكي هدانا هالكا مركا جلعنو اسكو دعا قومية دها عنفر ايه الصومالي ايه داد الوس ايام بالليل هو داد باكا شخين ايه داد ما يعني دد شخصيات صوما واحد كان لشي نم باكا شخين ايه دبتا كتاقن اندوفو قرمدو عديتو دولد ايتو بينوي اوكتاي دولد مر كلك الصومالي بينوي اوكيهين در دبانو والغو اوكيهاي ايه ما مارت جبوتيا او دياك كجرنا والله ايه كوي ديري كلن تأيو كوى كلا نوربا جبوتي اسماعيل عمر قيل ديكا كالسعودة إتوبيا قيب 90 بسن بكولي بغول كيبا سغاشن بكولي او دقر عيس هدو مانتا اسكاك اموه اسماعيل عمر قيل إتوبيا دي اسماعيل عمر قيل اسكاك اموه والله وبالله وطلعي وانكو دارنها قيس كو دنبا قبناي واهلاك وانا قيسو قد بينا قضب كي كلا ايام كوي دي ايسو عاشا اهي السيستم كاما نظام في إتوبيا كجري ايه ارمادو ايقر ولانكا كتاعي waxaa aad loo sheegay ama laga hadlayaa ismaan dhaaf badan inuu jiro anagoo barnaamijkeena qaybii ugu dambeeyay ku sii saqayno kana faa'iideysanayno waqtiga maxaad inoo sheegi kartaa qaabka ay qoomiyadda oromo siyaasadeedii u kala fadhido horta waa in adigoo iga raali ah madaxtay in mid baan aan doonayn madax inaan si dheer oo tafasiran aan u gudagalo walaaladeena oromada soo dhawo sababtu ah waxa weeyaan in xogogaal waxaa qaar ku iskama sheegi kartid waa sax ayro tv no waxaan ka hadalnaa wax dhaba oo madaratay oo umadaan dhageysanaysa dhaxalgal u noqdaa oo naga qora wax weeyaan oromo dib ethiopia waa lagu hayaa qoomiyado badan oo dad badan oo ka soo horjeeda waa mid laakiin oromo waxay degi kartaa oo kaliyad oo anaga iga go'an oo madaratan hadii jareba ku celiyo اسماعيل عمر قال لي انتو جوجو ورمنا ما تقيسو صومالنا ما تقيسو جوبتنا ما تقيسو مركا دبت اوي انا كنت ما مكر مالت كانسرك كانسرك جيسك افريكا خصوصا ايتوبيا يا صومال يا جيبوتي او شلين الله شيغا الى الشباب انو اسماعيل عمر قال لي جيبوتي كفون غريو وانكاس يا تريسكاس ومد ام بدبالينو عيسي عن فرق الصومالي ام بدبالينو جيبوتي ام بدبالينو لكن انا كوسكو دوبان ان اسو جيسن او مدينا annika iyo kiritiriskaas iyo tariskaas magaga ilaahay nala qabto waa hagaag gabagabadii barnaamijkeena aan iro tv aynu kaga hadlaynay baaxadda siyaasadda arrimaha geeska afrika ayaan ku sii saqaynaa dabar kale barnaamijyo badan oo aad live u tabisay baa jira waxyaabo badan oo muhiim ah ayaad ka hadashay waxaan doonayaa inaan su'aal kaa weydiiyo hadda kor waxaad ka hadashay inaad joogtay xarunta ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho xilligii dowladdii kacaanka maxaad u joogtay maxaad ka qabanaysay bal noo soo dhawow anigu marka hore markaan kuu sheego walaal in soomaaliya markii aan u baxsaday in u tagay madaxda taliskii maxamed siyaad bare laba arrimood ba way jirtee in dhibaatooyin cadaadis xoog leh oon kala kulmay taliska ismaaciil cumar geele oo markaas naba sugidda gacanta ku hay oo mar nafteedii si aan ku badbaadiyo aan soomaali aan magan weydiistay weynaga qaabishay halka marka waxaan joogay laba wajibaan u jooday oo tan maanta ka hadlayno in ummadda soomaali u sheegayo yaan maxamed siyaad baran u sheegay inuu xasan guule ismaaciil cumar geele ay ka shaqaynayaan baab ah soomaaliya laakiin ugu dambeystii waxaan jecelahay in siyaad bare markii isku kay dambeysay waxay ahayd mars sagaashankii oo bisha mars oon halkaa maarata press conference aan ka dhiibay oon dowladihii halkaa ku noolaa ee خصوصا سفرده هو يقول إنه ديبي سياد برينا هبين كاو حمو شاعي إن سيد دق دق بدن أقول أخسا بدن لقى قبط مرة باب الصومالية أي جوت أي ملاجس هذا في سوء يوسف قلنا ذي مرة وح لقى قبط تاج جتي مرة وح كتب ممكن وهذا قا عبد الله وهذا قا أركايا بيش يهري إن عيدا كجوتي وزكريا أمر كل ديبي حسن قولي إن اللي يعدم مرت أي كرعان وهكا دور يصدق قف أو مواطن صومالي هذا لقديو وأيضا كي جبتي دبابة هوي يا صومالي وارك سوق دوت لي وأنا ضرب كي وها الجمي أقول لي على كي جبتي هكا أبو مرت سياد بره وقرتي إن أي جبتي أي نقطة على وكوبال أي مرت الصومالي أوكي وها قال والقصة جد بينا مركلة وحات سيد الله سيد الله فوت بيسي إن لو جو حري مجال هذا عدي السبب waxaad ay siyaasi rugacdaa qoomiyadda afar ka soo jeeda allah adsoomene harbaan ku xidhnaa harbaad ku xidhnaa oo ragga cabdilaahi yuusuf iyo raggaas oo dhan miyaan kula xidhnaa
عبد الله يوسف يا أديك محاسك إن كان مركب بلدك عدد إيه رب الله يفتي مصر عبد الله يوسف وحنا الله محرسته يا أديك محاسك إن كان عرقي إنه محاكل مية وامدوا أرتقنوا مكان سير برنامج جوي قبل قبلي إن سير برنامج ما نسكون ما ندافني أو هي إن جبوتي دخل لغو قالوا أو جبوتي لغوبو تحس أنا مركز وانك سور جستي سد بني يسكرب وانك سور جستي oo waxaan ka qaatay madaxa inaan dib aniga ragayagu aan isku noqono aan go'aan ka gaadno halkii miiskii markaan joognay ee markaa tariska gacanta nagu hayay waxaan ka tirsanay markaas oo gacanta nagu hayay in wasaaradda maar difaaca qaybta madaxa in jabhada iyo qaybta madaxa siyaasadda geeska afrika ragba ogolaaday markaas oo ogolaaday in Djibouti ay gubaan oo dagaal ku galaan waxa kamid ah maaratay ninkan walaalka ee abtiga ee maaratay jooga maaratay Brussels عمر علم الخير اللي راه أورو كمان في USM كجري كم قاعد عمر دمسوي السوق يركها أو أبتلا ذي قام بيكو قاعدين إنه واحد قاعدين ينقطان أو يبور متقان ويركها أي جبوت أي ورك على السوق هذا أنا شو ودي هل كمرك أردت مريسو قام واحد قاعدين إن المركا الجبوت اللي هادلو أن فرانسيسكا لادلو مريكان كلادلو إثيوبيا يوحودان لادلو وأن نبات كراعو وأن نبات قاد هل كامر كي مريسو سفير كي مريسي جو يلكاس إيه مغدشو ولوري جو هنيفسن كما قاعد يلا ونين مريسي حسب قولي دي المادر عيان وانو الشاقي وانو بندقي هل كامر كو جوغنا يو تلفون كنتو قبصدي يو اسماعيل مرقل لادلو وليني هو سلطان بو كيبايلة جوغة نبات بورها جويت إن قوة ما دون عيو سياد برين إن القوة ما دون عيو وحنا سلطان كوري سوما كان حكاه دولة جيبوتي عدة قبيسة مجمع هذه هي كسوه رجيا النظام في جيبوتي كان سنابا وعدة واحد قبيسة لما كان طف كله بيجي عيسى جري يعني وعفرة مركا جمع هذه هي بعد دون يعني دلك قبان مياه أمر كاو كل بيس ما رت سياد بري أو ده سوون وارك يعني جيبوتي قبيسة موت مركا رك عيسى أو نكا أنكو شجع وراك عمر علم خير ليرة قام بكو جرا وو كرادي إن جيبوتي ما رت السوقو موت أنا شو وين arintaasi madama goob joog u ahay ma jiraan rag kale oo arintaasi iyagana maanta nool oo arintaasi oga waayo dadka Soomaaliyeed iyo dadka caanfurad xarad arintaas kale ma ogo in hawshaasi isla gaari ma ogo marka wax raad raac ah oo aad sameysan iyo dambaala aad dirteen iyo wax qoraale oo tareebteen iyo ma jiraan baaqan sidaay waxaan ku leeyahay ilaa iyo taliska Djibouti gacanta ku haya Faransiiska gacanta ku haya Mareykanka Ethiopia gacanta ku haya talaagu xiraan ku soo socdaa halkaan soo socdaa waa soo dhaw ku soo dhawow marka saad daraadeed in laba nin oo garanayo iyo kun marka nalo saddex nin horta way hoydeen oo mid wuxuu u dhashay maarta Sheikh Daawud buu dhashay oo afar buu ahaa oo kaababa wax afar raacay laakiin afartii la doonay marka in la maleego la galiyo oo bool ma joogtay way diideen nin kale jiray oo furlaba oo loo rinjiray maaragtay in Maxamuud Dabar isagoo nool yahay inuu dhintay ma garanayo laakiin reer Djibouti waa iyo nin kale isaguna maaragtay Ciisa oo Maxamed Mogol oo rinjiyo oo jandaarna Belgium buu ku dhintay taa markaan soo raacay oo Ismaaciil Cumar gale oo telefoonka igu dhiibay Ismaaciil wuxuu yiri oo haddaan inaan ku aaminaa doonay soo daacatay niyo dirin dhaba kaale oo dirin dhaba isku aragno waaye tiiban aaminay tiiban markaa habeen madow aan ka baxay Ethiopia Muqdisho oo markaa waxay qaaday rag saaxiibaday oo markaa US ku jiray oo halkaan jumaad US rag aan ka garanayo saaxiibeen yaa qaado isaaray waxaan ka baxnay ilaa maaratay in beledweyne waxaan ka galay maaratay fair halkaan laba saddex saacadood baa lagu hayay oo dad passportkan wato oo passport Faransiis marka ragii meel joogay way garan waayeen nin kule tourist baan yahay oo degankiina dagaal ka socdaan in halkaan maaratay ay soo maro haduu dagax buur waan ka tagay waxaan tagay maaratay isheeg muxuu dir dhabe dirna dabay markaan loo beri joogay yar markii qonsulkii saarnay qonsulkii baa hadalay lahaa Ismaaciil Cumar baan afkiisa kula hadlay oo iriniyo khamiistan ku imaraya isniinna weeye khamiistii waba lay qaado jeer ka balay geeyay waxa halkaas markaa xariiq ka gashay oo ka galay markaa Cabdillaahi Yuusuf yaragiisa halkaan baan ku wal xignay intaas la xirnay sanad iyo xogaa ku waan ku jiray oo waxay soo saaray markaas qabti ku dhacday magistra ala maryam tigreega ay soo furay aniga lama la hotel bali diji ragii xiray ee kronadi iyo kan gudka la galiyay halkaa baa ku soo baxay waa hagaag wasoo gunaanadeena barnaamijkeena xariiqaaga iyo waxa aad la kulantay iyo arrimaha kale ku hoos jira
خيبه هنا دم بيه برنامج كنا أيام كسوق قادم تونا سودان تبركالة برنامج كمان سوق بنيان دينا باقى عدو درسوا بلها سوماليات قالها بشا أكتياشا عيسى يقومي داك سوجتو عنفر قد هانو مدى سوماليات هذا هل مرك سوق كوبيو باقى عدو محويا أديات بعض ما تنتهي ولا ليال لما نرتو مدى جبوتي ولا لدي أبتيال دي المدرة دي وحن له وقت أدق بان كجرنا حالة أدق بان كجرنا حالة مدركتي ساعد بده هيد مدركتي سكو بدري كرتان كجرنا باقا أن سوى جدين الحويان أبتي إنا دير وقت كي مان تهال كان تاغن هاي وحن تاغن هاي إن أي جبوتي مقر عيد الله بابي يولا ترترو بلك جبوتينا مدركتي جيسك أفريكا وكبحو مد أغاد أبتي أبتي عدالة دانسوا نغنو إلهي الله صنعه إلهي الله قاعد صنعه ذلك جوتي ومد جوتي رجع سكلها إذا كقولها وأنا أصوغ عن قشة ومد جوتي حنقول بعضها إسماعيل عمر جي لدمان تنس كنت ضوب نادا ماشى كليتيرس كاس دي قاعد بها كقارة عيسى عفروس كنت ضوب قعدت سقف صلا بلن باني وقاعد والله وبالله وتالله هدان جوتي أمد بادينون إن عمر ماشى كتورنو والله إتوبينه ويبدبادي صومالي ويبدبادي هرجيسي ويبدبادي جيس كله ما بدبادي ولا ريال إلهي أنا كرب قلو لما أنت بود سلامتين أنت نضاون إسا إيا أنت مارتي إجوك تبا أنت لما تنوحان ليه إلهي أنا نحريستو لما أنت أد بعض ما صرت هاي سلطان دبركالة برنامج كان من لما إذا قيب تدام إنتان كوكو المدونو وحن ندل لنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وحا برنامج كيز خادي أني واصح فابرونة أيرو تي في وحن ندل لنا هاي واتكم معتنتين وحي تلاقي تسالة وحن نوسو قد بسان أيرو at gmail.com سبسكرايب بسي أدوه شو معلومات بطن برنامج كان من لامدا انت هو كل منه وانا قوي ديلا نبتقليو ينحريس دوشينا ها هاتو آمين